من القاهرة مراسلتنا آية راضي تنضم إلينا ومعها مزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة والأجواء المحيطة بها. هذه الزيارة تلبية لدعوة موجهة من قبرص إلى سامح شكري لزيارة قبرص الذي غادر القاهرة ليلة أمس متوجها إلى هناك. حسب بيان الخارجية المصرية فإن هذه الزيارة تأتي للبناء على ما تم الاتفاق عليه لأعمال لجنة التعاون المصري القبرصي التي تم تدشينها في القاهرة سبتمبر الماضي. مصر وقبرص تجمعهما علاقات متعددة، لاحظنا خلال السنوات الماضية أن هذه الروابط تم تقويتها بناء على العلاقات سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو سياسية. مصر أيضا تتعاون مع قبرص في مجال الأزمة الليبية، مصر تنسق مع كل الأطراف من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، خاصة الأطراف الفاعلة في هذه الأزمة الليبية سواء كانت قبرص أو اليونان أو غيرها من الدول الأخرى. مصر أيضا لديها مخاوف من أن يحدث عرقلة لهذه الانتخابات، وبالتالي تحاول التنسيق مبكرا مع كل الأطراف الفاعلة من أجل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وإضافة أيضا إلى دفع المسار السياسي من أجل الاستقرار وحل هذه الأزمة الليبية. هناك أيضا العديد من الملفات الأخرى التي سيطرحها سامح شكري في هذه الزيارة، سواء الملفات التي تجمع القاهرة وقبرص المتعلقة بمسألة الغاز والربط الكهربائي. مصر وقبرص أعلن خلال الفترة الماضية الأشهر الأخيرة أن هناك مجالات متعددة للتعاون خاصة بعمليات النفط والغاز، إضافة أيضا إلى الربط الكهربائي والعلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة التي تجمع البلدين. نعم، شكرا لك آية راضي مراسلتنا من القاهرة.